السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله معانا مشكلة تلاجة، هنغير لها ترمستات. تلاجة تشتغل شوية تفصل، تشتغل شوية تفصل، ما تشتغلش تاني، تقعد بيومين تلاتة خبطوا على الترمستات تشتغل. مشكلة معانا ترمستات، وهنتعلم نغير الترمستات مع بعض. زي ما شفنا مع بعض، فكينا المسمار وهندخل أو هنزج الفبرة للخلف، هيطلع معانا الفبرة وهتفك المسمار، تطلع معانا الترمستات. طبعا ترمستات 3 طرف، ترمستات هنغيرها النهاردة 3 طرف. هنجيب نفس ترمستات 3 طرف، طبعا سلكين او السلك اللي احنا خلعناه الاول اللي هو بلون اصفر واخضر دوت الارث او الارضي، طبعا احنا ماشيين بالارقام، عندنا 3 6 4، بنمشي بنفس الارقام، بنركب نفس القديم بالظبط. طبعا الترمستات طالع معانا 4 طرف، 2 طرف 1، والاتنين التانيين 2 طرف، الإجمالي 3، على أساس لو حد جابه ما يتوهش وأقول الترمستات 4 وإحنا قلنا 3. طبعا واحنا شغالين نشتغل بحرص، بحرص على الترمستات الجديدة على أساس ما يتقضمش معانا أو يتكسر معانا. كده لو اتكسرت معانا تبقى الترمستات تلفت باظت، لازم نغيرها من أول وجديد، وهنجيب ترمستات جديدة. هنبدأ نزج مع بعض، نعد لما خش معانا للآخر. طبعا الباقي هنحاول نلفه دايرة صغيرة وهنحطه في جنب الترمستات. نربط مسمار أو هنربط الترمستات الأول بحيث إن احنا هنعرف نشتغل مع بعض. نثبته الأول، بعد كده هنظبط أسلاكنا. طبعا زي ما احنا شايفين الموضوع ما بياخدش معانا 10 دقايق على الساعة، موضوع بسيط جدا إن شاء الله. نرجو من سعادتكم الدعم والاشتراك بالقناة، لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.
هندخله بالمجرى الخاص بيه، وهنيجي نربط المسمار بتاعنا. طبعا هنيجي نجرب التلاجة، نركب الأكرة ليها مجرى أو ليها مكان نخش فيه. طبعا حطينا الفيشة ونجرب، طبعا اشتغلت زي ما احنا شغالين مع بعض. لا تنسوا الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.